قاتل حتى عندما تكون الاحتمالات ضدك. أنت لم تخسر، لقد أخذت درسا. أحمق مع قوة لا يفعل شيئا سوى تدمير الذات. حتى السيف الحاد يحتاج إلى رجل كي يحمله. ثقة؟ يا لها من كلمة لا معنى لها. سأكمل السير قدما، فهذا الاتجاه الوحيد الذي أعرفه. أتعجب من هذا العالم الذي يمجد الفقراء. أكثر الأشخاص رعبا هم أولئك الذين لا يملكون شيئا لخسارته. البشر يمكن التخلص منهم عن طريق التخطيط. الريح تطفئ الشمعة لكنها تشعل النيران.